حسن نصر الله يصل إلى المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية. 6 مبان تضم طوابق محصنة تحت الأرض. اجتماع نصر الله يضم جنرالا إيرانيا وأحد أهم قادة الحزب علي كركي وقادة آخرين. قبل 4 ساعات من وصول نصر الله، إسرائيل تحصل على معلومة تفيد بأنه سيكون بمقر مبنى الحزب بالضاحية. هذا ما توصلت إليها الوحدة 8200 الاستخباراتية التي كانت تتعقب نصر الله. اتصال مع نتنياهو الذي يوجد في الأمم المتحدة لأخذ الإذن بتنفيذ الغارة. اتخذ القرار، تم إبلاغ الوحدة 119 في سلاح الجو الإسرائيلي أو كما تسمى بفرقة الوطوار، لتنطلق الوحدة بطائرات من السرب 69 نحو الضاحية. الهدف ضرب الحي الكامل لمقر حزب الله. 6:12 بتوقيت بيروت، اهتزت الأرض في الضاحية الجنوبية. غارات إسرائيلية أسقطت عشرات القنابل من نوع MK-84 القادرة على اختراق التحصينات. القنابل اخترقت المباني حتى وصلت حيث يجتمع نصر الله مع قادته تحت الأرض. إسرائيل تحدثت لاحقاً أن نصر الله قتل اختناقاً نتيجة فراغ الأكسجين الذي تسببت به القنابل بأمتار تحت المبنى. السبت صباحاً إسرائيل تعلن رسمياً عن اغتيال نصر الله، ليأتي بيان لاحق من حزب الله ويؤكد مقتله. لاحقاً من يوم السبت انتشال جثة نصر الله من حفرة عميقة تحت الأرض.